الثامن عشر التي كانت تسمى بالقرون المظلمة كانت لا تعرف في الطب إلا كتاب القانون لابن سينا وهو عالم مسلم، بل الآن أقاموا مجمعا علميا ليترجموا كتاب ابن سينا مرة ثانية للاستفادة به. وابن الهيثم هو الذي اكتشف تركيبة العين، والخوارزمي هو الذي اخترع علم الجبر، وعباس بن فرناس هو الذي اخترع الساعة وأهداها لحاكم الأندلس، بل هو الذي اخترع الطائرة. شوف انظر إلى تقدم الأمة، الآن حدث العكس، قلد المسلمون الغرب، نلبس ازاي زيهم، نعمل المعاصي ازاي زيهم، وتركنا التقدم العلمي والتقدم التكنولوجي، وتركنا حضارة أمتنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والقلم وما يسطرون، ينبه الله على القلم للعلم وللتقدم وللحضارة. يقول سيد قطب عليه رحمة الله، يقول: ولأن هذه الأمة سيبقى كتابها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا بد من تدوين شريعتها، لا بد من تدوين الكتاب، لا بد من تدوين السنة، لا بد من تدوين علوم الأمة. فنبه الله على القلم. ما تصلوا على رسول الله. وما يسطرون أو وما يكتبون، جعل الله لنا منكرا، جعل الله لنا رقيبا وعتيدا، هنا رقيب وعتيد، وهنا رقيب وعتيد. بعض الناس يقعد يتخانق ويقول لك: لا ده هنا رقيب وهنا عتيد. قالوا: لا ده هنا عتيد وهنا رقيب. لا، رايح نفسك، هنا رقيب وعتيد وهنا رقيب وعتيد. وجعل الله على ما كتبه القلم اللي قلناه في الأول، جعل الله عليه حفظة، وجعل علينا كتبة يكتبون ما يفعل الإنسان، فيصعد الكتبة للحفظة فيجدون ما عمله الإنسان من خير فيكتبونه، حتى إذا صعد الكتبة للحفظة في السماء لم يجدوا عندهم شيء. فين إسماعيل ده؟ إسماعيل ده موجود عنده إيه النهاردة؟ قال: والله ده الصفحة بتاعته خلصت، لا نجد له شيئا. فينزلون إليه مرة ثانية فيجدونه قد مات. يقول ابن عباس: وهذا تصديق قول الحق تبارك وتعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أي يسطرون. طب يسأل سائل: أين أذهب رقيب وعتيد ورقيب وعتيد؟ إن كان كما قال العلماء، إن كان الرجل صالحا كما ذكر القرطبي، إن كان الرجل صالحا جلس على قبري يستغفران الله له إلى قيام الساعة، وإن كان طالحا واحد فاجر والعز بالله صرفهم الله حيث شاء. نون: والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذا تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلية لقلب الدعاء، ولقلب الذين يحملون هم هذه الأمة. يسلي الله قلوب الجميع، ويسلي قلب النبي المصطفى والحبيب المجتبى. ما أنت بنعمة ربك بمجنون كما يزعمون، أبدا. ولذا عمر يقول: وقفت على باب الحرم أسمع رسول الله قبل الإسلام وهو يقرأ القرآن، قلت: إذن هذا هو قول شاعر. فتلى النبي: وما هو بقول شاعر؟ قال: قلت: إذن هو قول كاهن، السحر يعني، السحرة. قال: وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قلت: فماذا يكون إذن؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: تنزيل من رب العالمين سبحانه وتعالى، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. بل كانوا يعترفون بهذا،
فلما ذهب أبو سفيان إلى هرقل العظيم الروم وسأله عن حال النبي الذي خرج فيهم، وكان الرؤساء بس ده أيام زمان يعني كانوا أذكياء، فهرقل سأل أبو سفيان قال له أكان يدعي الكذب قبل النبوة؟ وكان بيكذب عليكم قبل النبوة؟ فقال له لا أبدا، ده كان يعرف بيننا بالصادق ليه؟ الأمين. فشوف هرقل قال إيه؟ قال ما كان ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. ده واحد ما سرقش بيضة هيسرق جمل، واحد ما سرق ما كذبش على الخلق سيكذب على الخالق؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. يبشر النبي، يبشر الله نبيه بهذه البشرى، فما من صلاة نصليها إلا وهي في ميزان رسول الله، وما يفعل مسلم خيرا إلا وهو في ميزان رسول الله، لأن الدال على الخير كفاعله، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم ينتقل هذا الخير لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. كان بيصلي قيام الليل والآن كبر في سنه ومش قادر يصلي التراويح وقلبه بتقطع نفسه يصلي التراويح، له أجر قيام الليل إلى يوم القيامة. كان يتصدق وصار فقيرا، له أجر الصدقة إلى قيام الساعة. كانت تزكي ولكنها لا تزكي الآن لأنها مرضت أو نفد مالها، لها أجر الصدقة إلى قيام الساعة. اقرأ ذلك في قول الحق تبارك وتعالى والتين والزيتون ها؟ وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ها؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير إيه؟ أي غير مقطوع. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. ثم نقف عند الآية الأخيرة وإنك لعلى خلق عظيم. هذه تزكية لرسول الله زكاه كله. وانظر إلى القرآن لتعرف قدر نبيك، لتعرف قدر من أرسل إليك صلى الله عليه وآله وسلم، ولتعرف قدره بين الأنبياء كما قال القاضي عياض ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. فهو الذي زكاه الله في لسانه فقال فإنما يسرناه بلسانه، وزكى وجهه فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في صدقه فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكاه في علمه فقال علمه شديد القوى، وزكاه في عقله فقال ما وزكاه في عقله فقال ها طيب وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في طهره فقال ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم،
وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجو